بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا الآن إلى منطقة الفور آرم من الأبر لمب. هذه المنطقة اللي سكيلتون بتاعها العظام اللي كانت بتكونها كانت هي العظام التالية. كانت من فوق اللور اند اوف هيومرس بشكلها المعروف عاملة ارتكوليشن مع التو ابر اندز اوف ريديس على اللاترال سايد والالنا على الميديال سايد علشان يكونوا منطقة الالبو. ننزل هنا الى منطقة الفور ارم. منطقة الفور ارم العظام اللي بتكونها الريديس لاترالي والالنا ميديالي. الريديس على اللاترال سايد كانت عاملة ارتكوليشن مع اول ثلاث عظمات من اللاترال للبروكسيمال رو اوف ذا كارباس، فكان لهم مكانهم سكافويد واليونيت وتراكويترم علشان تكون منطقة الريست او مفصل الريست. ثم ادي هنا منطقة الهاند، عظام الهاند كان الكارباس والميتاكارباس والفالنجيس. ده كان باختصار كان السكيلتون اوف ذا فور ارم. هنقول ان الفور ارم كان متقسم الى اتنين كومبارتمنتس. انتيريور كومبارتمنت يقولوا عليها الفرونت اوف ذا فور ارم، وبوستيريور كومبارتمنت يقولوا عليها الباك اوف ذا فور ارم. فاذا جينا نشوف المسلز اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم هنقسمها الى قسمين اتنين، مجموعه سوبرفيشال ومجموعه ديب. المجموعه السوبرفيشال من عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم كان عبارة عن خمس عضلات. العضلة الأولى كان اسمها برونيتور تيريز، بعدها الفليكسور كارباي ريدياليز، بعدها البالماريس لونجاس، بعدها الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليز، ورقم خمسة الفليكسور كارباي النارز. كل عضلة من العضلات ديت الاسم بتاعها له معنى، يعني الاسم مش مكتوبها بهازارد، لا ده مستخرج من موقعها، من مكانها، من وظيفتها، زي ما هنفسره في الشرح التالي. بالنسبة للديب جروب كان عبارة عن ثلاث عضلات. العضلة الأولى اسمها فليكسور ديجيتورام بروفاندس، الثانية فليكسور بوليسس لونجس، الثالثة اسمها برونيتور كوادريتس. دي التقسيمة الشائعة المعروفة عند معظم يعني أساتذة التشريح. هناك تقسيمة تانية لكنها مش هتبعد كتير عن تقسيمتنا ديت. التقسيم الاخرى الكلاسيفيكيشن التاني هنقول ان عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم هتتقسم لثلاث مجموعات. المجموعه الاولى اللي هي السوبرفيشال جروب، وديت عباره عن اربع عضلات. المجموعه التانية اسمها ميدل جروب، ودي عضله واحده، اما الديب جروب فهتفضل زي ما هي. فاذا جينا نشوف السوبرفيشال جروب هنعبره عن اربع عضلات الاولانيين من الخمسه السوبرفيشال بتاعه المجموعه اللي فاتت. لو شلنا منها الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز هنلاقيها تكون مجموعه لوحدها اللي هي تمثل الديب جروب. ده على اساس ان الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز تقع في مستوى شويه ديب عن بقيه الاربع عضلات الاولانيين في السوبرفيشال جروب، فبعض الكتاب بيحطوها في مجموعه منفصله لوحدها على اساس ان مستواها اوطى شويه، اوطى بمعنى ديب من السوبرفيشال جروب. والتلات عضلات التانيين اللي هم الفليكسور ديجيتورام بروفاندس والفليكسور بوليسس لونجس والبرونتر كوادريتس بيبقوا كما هم في الديب جروب. بالنسبه للعضلات دي هتبتدي ناخدها عضله عضله. فالعضله الاولى اللي هي البرونيتور تيريز. عند الكلام عن اي عضله في جسم الانسان هناك اربع نقاط اساسيه احنا اتفقنا عليها، اللي هي الاوريجين والانسيرشن والنيرف سبلاي والاكشن. الا ان هناك في بعض مناطق جسم الانسان تبرز النقطه الخامسه وهي الامبورتنت ريليشن، ودي النقطه مش ثابته فقط بنقولها لبعض العضلات المهمه اللي هي الريليشنز. اذا حس ان منطقه الفور ارم من المناطق المهمه في الجسم، فهنحب ناكد على ان النقطه الخامسه اللي هي نقطه الريليشنز هتكون ضيف دائم معانا تقريبا في معظم العضلات. هنبتدي نشوف الخريطه الجغرافيه العظميه بتاعتنا لمنطقه الفور ارم، وكانت تشمل اللور اند اوف ريدياس. ادي اللور اند اوف ريدياس. كان ميديالي في بروز اسمه التروكليا، ولاترالي في بروز اسمه الكابيتولوم. على كل منهما بروز اصغر كان اسمه ايبيكوندايل، ده ميديال ايبيكوندايل وده كان اللاترال ايبيكوندايل.
ثم انه بعد كده ادي عندي الريدياس باجزائها المعروفه، الابر اند فيها هيد نيك راديال تيوبروزيتي، وفي عندي هنا الشافت بتبقى كونفكس لاترالي، اما اللور اند فكان في لاترال برولونجيشن من البون اسمه ستايلويد بروسيس، ده على اللاترال سايد. اما على الميديال سايد فكان في نوتش اسمه النر نوتش، ده كان خاص بالارتكوليشن مع الهيد اوف ذا النر. الالنا اللي على الميديال سايد كانت عامل ارتكوليشن مع التروكليا اوف ذا لور اند اوف هيومرس بالتروكليار نوتش، ثم الكورونايد بروسيس اللي كان في مقدمته، ده الكورونايد بروسيس في المقدمه بتاعته كان في عندي الالنر تيوبروستي، اما الشافت بتبقى سلايتلي كونفكس على الميديال سايد، ثم اللور اند كان فيها بروزين 2 ميديالي، كان في لاترالي عفوا كان في الهيد اوف ذا النا، وبوسترو ميديالي كان في الستايلويد بروسيس. ثم ادي عظام الهاند زي ما قلنا قبل كده، الكربس 8 عظمات مترتبين في صفين، المستوى الثاني الميتاكربس، والميتاكربس كان عباره عن 5 عظمات من نوعيه اللونج شورت بون، الفيرست 1 هي اللاترال 1، ثم الفيفث 1 هي الميديال 1، ثم الفلانجيس في كل صبع كان فيه عدد 3 فلانجيس، واحده بروكسيمال واحده ميدل واحده ديستال، اللي الصبع الكبير كان فيه 2 فلانجيس فقط، واحده بروكسيمال واحدة ديستال. تعالوا نشوف العضلة بتاعتنا اللي اسمها البرونيتور تيرز. احنا هنرسم العضلة ونشوف الاوريجين والانسيرشن بتاعها هيكون ازاي. راقبوا معايا كده. الاوريجين بتطلع بتو هيدز، سوبرفيشال هيد وديب هيد. شوف السوبرفيشال هيد جاية منين؟ جاية من عند هذه النقطة، والديب هيد جاية منين؟ من هذه النقطة. النقطة اللي فوق بتاعت السوبرفيشال هيد اللي هي الفرونت اوف ميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس. الفرونت اوف ميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس بيعطي اوريجين لمعظم عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم، علشان كده بيسموه كومن فليكسور اوريجين. يبقى الكومن فليكسور اوريجين هو الفرونت اوف ذا ميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس، اسمه كومن فليكسور اوريجين. ده كان بيعطي اوريجين للسوبرفيشال جروب. اما الديب جروب فاخدت من العظمه اللي تحت اسمها الالنا، فعشان كده بيسموها ديب هيد، وبيسموا الهيد ديت النر هيد. تطلع من ايه من الالنا؟ من الميديال بوردر اوف ذا كورونويد بروسيس. على هذا الاساس السوبرفيشال هيد طلعت من الهيومرس فممكن نسميها هيومرال هيد، الديب هيد طلعت من الالنا ممكن نسميها النر هيد. التو هيدز بيتحدوا مع بعض ويضعوا الانسرشن بتاعهم في الميدل اوف ذا لاترال سايد اوف ذا شافت اوف راديوس. هذا الانسرشن مكان مشهور، حتى هنا بيعمل تيوبروزيتي صغير بيسموه برونيتور تيوبروزيتي. طيب بالنسبه للريليشنز، العضله دي لها تو هيدز، سوبرفيشال هيد وديب هيد. هو في الرسمه بتاعتنا ديت علشان ما هيش رسمه مجسمه، احنا عاملين هيد فوق وهيد تحت، فتبدو كما لو كانت ابر ولور. لا، هي في الحقيقه الديب هيد اللي عندها السهم ديت بتنزل تدخل من تحت السوبرفيشال هيد. اذا التو هيدز موضوعين في مكانهم الطبيعي، دي سوبرفيشال وتحتها، تحتها مش بمعنى بلو، لا بمعنى هنا بوستيريور لها بتكون الديب هيد. هيخرج من ما بين التو هيدز نيرف شهير اسمه الميديان نيرف، ويخرج من تحت الديب هيد ارتري اشهر اسمه الانر ارتري. دي كانت الريليشنز اوف ذا برونيتور تيرز. يبقى الريليشنز بتاعها لازم نفتكر حاجتين، بين التو هيدز في نيرف اسمه ميديان بيمر ما بينهم، وتحت الديب هيد، تحت هنا بمعنى ايه؟ بمعنى بوستيريور يعني في الباك يعني ديب، للديب هيد في ارتري اسمه النر ارتري. النيرف سبلاي طبعا النيرف اللي هو الميديان هيخش يدخل بتوين التو هيدز فيغذي التو هيدز، الاكشن من اسمها برونيتور يعني تعمل برونيشن، والبرونيشن هي عباره عن حركه روتيشن فيها الريدياس بتتقلب على الالنا على الميديال سايد، فممكن نسميها ميديال روتيشن اوف ذا فور ارم او برونيشن اوف ذا فور ارم. وهذه الحركه اللي اسمها البرونيشن لا تحدث الا عند السوبيريور والانفيريور راديو النر جوينتس. ده الاكشن الاول. اما الاكشن الثاني فكان فليكشن اوف ذا البو جوينت. دي العضله الاولى اللي اسمها برونيتور تيرز، العضله الاولى من السوبرفيشال جروب. ندخل على العضله الثانيه اللي اسمها فليكسور كارباي
ادي دي اليز. طب تعالوا نحلل الاسم كده مع بعضنا. فليكسور لانها تبع الفليكسور جروب، ما جاتش اسمها الفليكسور جروب. الفليكسور جروب هي مجموعه العضلات اللي بتشكل الفرونت اوف ذا فور ارم، يعني اللي بتشكل الانتيريور كومبارتمنت، يعني عضلات الانتيريور كومبارتمنت اسمها الاخر هو فليكسور ماسلز. كارباي، كارباي يعني العظمه ديت وصلت لمنطقه الكربس او قريب من الكربس، لا تصل الى الفينجرز. ريدياليز يعني لاتراليز، يعني ممكن نسميها فليكسور كارباي لاتراليز على اللاترال سايد. طيب زي الكلام في عن اي عضله، اوريجين انسرشن ونزود الريليشنز ثم النيرف سبلاي والاكشن. ادي الخريطه بتاعتنا الهيومرس والريدياس والانا وعظام الهاند. العضله بتاعتنا راقبوا معايا نشوفوا طالعه منين. طالعه من المكان الشهير اللي بيعطي الاوريجين لمعظم عضلات الفليكسورز، لمعظم عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم، لمعظم عضلات الانتيريور كومبارتمنت، هو الكومن فليكسور اوريجين. كومن فليكسور اوريجين اللي هو نقطه تقع على الفرونت اوف ذا ميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس، اهي هتطلع منها بالظبط في هذا المكان، من هنا الفرونت اوف ميديال ايبيكوندايل. تمام، هتطلع من هنا الفرونت اوف ميديال ايبوكوندايل او الكومن فليكس الاوريجين، تطلع الفليكسور كارباي ريدياليز، هتمشي مع السوبرفيشال جروب اوف ماسلز وتعدي من تحت كوندنسيشن اوف دي فاشيا يقع في مقدمه الريست اسمه فليكسور ريتيناكولوم. ما هي المصطلح الجديد؟ مصطلح جديد اسمه الفليكسور ريتيناكولوم، هو عباره عن ايه؟ كوندنسيشن اوف دي فاشيا at the front of the wrist joint. كويس جدا، بيتصل بمين ده هنحكي عليه بعد كده مع الهاند. المصل بتاعتنا اللي اسمها الفليكسور كارباي ريدياليز الانسرشن بتاعها هيعدي من تحت الفليكسور ريتيناكولوم. كويس، هيعدي من تحت الفليكسور ريتيناكولوم كي يصل الى السكند والثيرد ميتاكاربال بونز. احنا قلنا اتجاه عد الميتاكاربال بونز بيكون من لاترال لميديال، الموست لاترال هو الفيرست، يبقى بعديه السكند والثيرد. اذا السكند والثيرد ميتاكاربال بونز كانوا مكان الانسرشن اوف ذا فليكسور كارباي ريدياليس اللي التندون بتاعها عدى من تحت الفليكسور ريتانيكولوم في نفق اسمه كاربال تونل. الانسرشن الميديان نيرف هو النيرف الاساسي، هو النيرف المسؤول عن تغذيه معظم، وبقول معظم مش كل، معظم عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم. الاكشن هي بتعدي على المفصل ده اللي هو الالبو تعمل له فليكشن، وتعدي على المفصل ده اللي هو ريست تعمل له فليكشن، تبقى تعمل فليكشن البو وفليكشن ريست. طب هي ماشيه على اللاترال سايد فهتشد الكف لللاترال سايد، شد الكف لللاترال سايد معناه ابدكشن اوف ذا ريست او ابدكشن اوف ذا هاند. دي العضله الثانيه اللي كان اسمها الفليكسور كارباي ريدياليز. الامبورتنت ريليشنز، هذه العضله تفصل بين نيرف على الميديال سايد وارتري على اللاترال سايد. على الميديال سايد بتاعها كان بيمر الميديان نيرف، وعلى اللاترال سايد بتاعها كان بيمر الريديال ارتري وهو في طريقه الى الهاند. العضله الثالثه من عضلات الفليكسور جروب، من عضلات الانتيريور كومبارتمنت، من عضلات الفرونت اوف ذا فور ارم، اسمها بالماريس لونجس. بالماريس اي بتصل الى البالم، والبالم هو الانتيريور سيرفيس اوف ذا هاند، لونجس الطويله. تعالوا نشوفوا طالع منين. ادي الخريطه العظميه لمنطقه الفور ارم، طالع من نفس المكان. هنا ما ننساش ان هنا في ديب فاشيا في الفرونت اوف ريست، هذه الديب فاشيا اسمها فليكسور ريتيناكولوم. تعالوا نشوف العضله بتاعتنا اللي اسمها بالمارس لونجس من هذه النقطه. هذه النقطه اللي عندها السهم هي مين؟ هي الفرونت اوف ميديال ايبيكوندايل. فرونت اوف ميديال ايبيكوندايل اللي بيسموه الكومن فليكسور اوريجين. شوف كده الكومن فليكسور اوريجين، طلع العضله منه بفيري شورت بيلي، فيري شورت فليشي بارت، يعني بجزء لحمي قصير جدا طلع من الكومن فليكسور اوريجين، وهتمشي معظم الكورس بتاعها بتندون طويل، وهذا التندون يمر على الريست بس above the flexor
الريتيناكولوم هي العضلة الوحيدة من عضلات الانتيريور كومبارتمنت اللي بتمر من فوق من سوبرفيشيال يعني انتيريور تو ذا فليكسور ريتيناكولوم كي تضع الانسيرشن بتاعها في نقطتين اتنين في الديستال بوردر اوف ذا فليكسور ريتيناكولوم هنا وتضع في الايبكس اوف بالمر ابونيروسز. ايه البالمر ابونيروسز؟ دي عباره عن انذر كوندنسيشن اوف دي فاشيا في منطقه الهن مثلثه الشكل هنحكي عليها بعد شويه. العضله ديت من مميزاتها الشهيره بتبتدي بحرف البي اند مي بي ابسنت، واحده من ست عضلات مي بي ابسنت في جسم الانسان. قلنا منهم اتنين في اللور وقلنا منهم اتنين في الابدومن وادي في الابر هنا عندي اتنين. اول واحده هي البالمارس لونجس. كويس، العضله ديت اللي هي البالمارس لونجس كانت تقع على الميديال سايد اوف ذا ميديان نيرف. تمام، النيرف سبلاي بتاعها الميديان نيرف، الاكشن هتعمل فليكشن للالبو وفليكشن للريست وكمان هتشد البالمر ابونيروسس تعمل لها ستريتش. ليه تعمل لها ستريتش؟ البالمر ابونيروسس دي فاشيه موجوده في الهاند، لما تتشد هتعمل اندرلاينج فيزلز اند نيرفس اللي موجوده في منطقه البالم، يبقى تعمل بروتكشن. مين اللي تعمل بروتكشن لهذه الاستراكشرز؟ بس وهي مشدوده تحت تاثير الانقباض الكونتراكشن اوف ذا بالمارس لونجس مصل. العضله احنا قلنا المصل هي بتقع على الميديال سايد اوف ذا ميديان نيرف. العضله الرابعه اسمها فليكسور كارباي النارس. ادي الكلام بتاعها، تطلع بتو هيدز، التو هيدز واحده تطلع من الهيومراس واحده تطلع من الالنق، زيها زي مين؟ زيها زي البورنيتروتيز اللي قلناها من شويه. طيب الهيومرال هيد بتاعتها اللي طالعه من الهيومراس، طالعه منين؟ من الهيومراس، من الكومن فليكسور اوريجين. يعني ايه كومن فليكسور اوريجين؟ يعني الفرونت اوف ميديال ايبيكوندايل اوف ذا مين اوف ذا هيومراس. طيب الديب هيد، الديب هيد دي العضله دي راجعه لورا شويه، فطالعه من البروز اللي بعد الكورونويد من الخلف اللي هو طالعه من الميديال بوردر اوف ذا اوليكرينون بروسس. ده الكورونويد ورا من الاوليكرينون، فادي التو هيدز يتحدوا مع بعض ويمشي الانسرشن حتى يصل الى البيزي فورم بون هنا في المنطقه دي. مين البيزي فورم بون؟ هي العظمه الرابعه من عظام البروكسيمال رو اوف ذا كاربس، ومن البيزي فورم بون هتمتد بتو تندونز او بتو اكستنشنز. اكستنشن دي كانت ليجامنتس، واحد منهم هيروح العظمه اللي قدام البيزي فورم اسمها الهاميت، يروح يمسك في الهوك اوف هاميت، والبروز الاخر الاكستنشن الاخر هيمتد حتى يصل الى الفيفث ميتاكاربال بون. ده كان الاوريجن والانسرشن. لها امبورتنت ريليشنز. ايوه، في نيرف وحيد هو الوحيد اللي يمشي ان كلوز ريليشنز تو ذس ماسل، الالنر نيرف. الالنر نيرف اللي هو كان النيرف اليتيم اللي دخل للفور ارم من الجانب الهارد من ورا الميديال ايبيكوندايل. العضله الوحيده اللي هتسمح له بالدخول هي الفليكسور كارباي النارس، هيمشي بتوين ذا تو هيدز زي ما احنا شايفين اوف هذه الماسلز حتى يدخل الى الفور ار، وهو في طريقه للهاند يعني في منطقه الفور ارم كان يقع، كان يقع على اللاترال سايد بتاع العضله ديت. هو بالنسبه للفور ارم قاعد على الميديال سايد، انما بالنسبه للعضله ديت قاعد على اللاترال سايد للفليكسور كارباي النارس. كان ماشي معاه في نفس الوقت بس على موست لاترال، يعني لاترال له كمان هو الالنر ارتري. يبقى اذا الالنر نيرف والالنر ارتري الاثنين بيقعوا على اللاترال سايد اوف ذا فليكسور كارباي النيرف، غير ان الالنر نيرف كان دخل بتوين ذا تو اتس تو هيدز. النيرف سبلاي مش معقول النيرف يعدي من وسطها وما يدهاش، فتاخد نيرف سبلاي من الالنر نيرف، الاكشن بتعدي على مفصلين، بتعدي على مفصل القلب وتعمل له فليكشن، وتعدي على مفصل الريست تعمل له فليكشن. هي موجوده على الميديال سايد، هتشد الهاند تو ذا ميديال سايد فتعمل ادكشن. لاحظ الفليكسور كارباي ريديلس عملت ابدكشن والفليكسور كارباي النارز عملت ادكشن. ادي كان العضله بتاعتنا اللي اسمها الفليكسور
كارباي النارس. العضلة الخامسة من السوبرفيشيال جروب على حسب التقسيمة الشائعة اللي اسمها الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشياليس. تعالوا نحلل الاسم. فليكسور يعني تبع الفليكسور جروب، والفليكسور جروب اللي هي العضلات الانتيريور كومبارتمنت اللي تقع في الفرونت اوف ذا فور ارم. ديجيتورم يعني ماسكه في الديجيتس. الديجيتس زي ما احنا قلنا هي اجزاء الفينجرز، اما عظام الديجيتس فاسمها الفالانجيز. سوبرفيشياليز يعني اسطحيه، بالتاكيد ما دام في سوبرفيشياليز يبقى لازم تكون في واحده ديب، هيسموها فليكسور ديجيتورم ديب. ديب يعني بروفاندس. تعالوا نشوف الفليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليس. الكلام اللي عليها زي الكلام عن اي عضله، اوريجين انسيرشن ثم امبورتنت ريليشنز ونيرف سبلاي واكشنز. دي هتطلع بتو هيدز على حسب الخريطه العظميه بتاعتنا. تعالوا نشوف التو هيدز. التو هيدز هيد طالعه من الهيومرس والالنا مع بعض، يبقى بيسموها هيومرو النر هيد. تمام، الهيومر والنر هيد جزء منها طالع من الهيومرس. طالع منين؟ من الهيومرس، من الكومن فليكسور اوريجين. كومن فليكسور اوريجين يعني ايه؟ يعني فرونت اوف ميديال ابيكوندايل اوف ذا هيومرس. طيب الالنر هيد طالع منين؟ طالع من الميديال بوردر اوف ذا كورونويد بروسس. كويس. الهيد الثالثه اسمها راديال هيد. الهيد الثانيه احنا قلنا الهيومر والنر دي هيد واحده، اما ال راديال هيد فكانت طالعه من الانتيريور اوبليك لاين اللي على الريدياس، فاكرينه اللي كان ماشي من الراديال تيوبروزيتي ومشي داون ووردز اند لاترالي حتى الميدل اوف ذا لاترال سايد اوف ذا شافت اوف ريدياس اللي كان بينتهي عند البرونيتور تيوبروزيتي. من هذا اللاين اللي اسمه الانتيريور اوبليك لاين خرجت الهيد الثانيه اللي اسمها راديال هيد. التو هيدز الهيومر والنر والريديال اتحدوا مع بعض، وشويه فوق الريست انقسمت العضله الى اربعه تندونز. الاربعه تندونز مشيوا داون ووردز من تحت الفليكسور ريتيناكيلوم اللي هي كوندنسيشن اوف دي فاشيا ات ذا ريست جوينت. كويس، مشيوا في تانل. تانل يعني نفق، نفق تحت الفليكسور ريتانيكولوم بينها وبين اللور اند اوف راديوس، هيسموه كاربال تانيل. هيمشي بترتيب معين بحيث ان كل اتنين تندونز هيمشوا في مستوى لوحدهم. معنى كده ان الاربعه تندونز ماشيه في مستويين، لما يدخلوا في الهاند هيتقسموا الاربعه تندونز، كل تندون يروح لصابع او يروح لعظم احد الاصابع. مين عظم احد الاصابع؟ عظم ده هو الميدل فالانجيس اوف ذا ميديال فور فينجرز. ان كل تندون هينقسم لتو سليبس، وكل سليب هتحط الانسرشن بتاعها في سايد من السايدز لكل فالانكس من الميديال فور فينجرز. ده كان الانسرشن اوف ذا فليكسور ديجيتورام سوبرفيشيالز. الريليشنز، هذه العضلة كان لها important relation مع الميديان نيرف. الميديان نيرف كان بيعدي ديب لها، ديب لها بينها وبين العضلة اللي تحت منها اللي كان اسمها الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. وفي نفس الوقت كان الريديال ارتري كان ماشي على اللاترال سايد بتاعها. علاقة الميديان نيرف بالفليكسور ديجيتورام سوبرفيشياليز احنا قلنا انه بيمر ديب، ديب يعني بوستيريور، يمر بينها وبين الفليكسور ديجيتورام بروفا، يعني مش شايفينه فعلشان كده عاملينه منقط، لكنه بيظهر من على اللاترال سايد اوف اتس لوور بارت في هذا الجزء حتى يدخل الى الهاند من تحت الفليكسور ريتيناكلوم. النيرف سبلاي هو الميديان نيرف. الاكشن بتعدي على مفصل الالبو تعمل له فليكشن، هتعدي على مفصل الريست تعمل له فليكشن، بتعدي على المفاصل الصغيره دي ايضا تعمل لها فليكشن. فهتعمل فليكشن لمين؟ للميتاكاربوفالانجيال جون. فين الميتاكاربوفالانجيال؟ دي منطقه الميتاكاربس ودي منطقه الفالانجيس، فالمفاصل اللي بين الميتاكاربس والبروكسيمال فالانجيس اسمها ميتاكاربوفالانجيال جون. فتعمل فليكشن اوف ذا ميتاكاربوفالانجيال جوينتس
of the medial four fingers. وفي نفس الوقت هتعمل فليكشن كمان لمين؟ للبروكسيمال انترفالانجيال جوينت اوف ذا ميديال فور فينجرز. عاوز اقول حاجه هنا، من عند الانسيرشن كان كل تندون من الاربعه بتوع الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز كان انقسم لتو سليبس. هو انقسم ليه؟ علشان فيها انقسم وترك ممر، الممر ده هيمر منه تندون مشهور من كل من تحت كل تندون بتوع السوبرفيشاليز، هيمر تندون مشهور من العضله اللي تحتها اللي هي الفليكسور ديجيتورم بروفاندس كي يصل الى الديستال فالانجيس اوف ذا ميديال فور فينجرز. كده خلصنا الخمس عضلات بتاعت السوبرفيشال جروب. ندخل على الديب جروب فالفليكسور ديجيتورم بروفاندس. من اسمها فليكسور يعني عضلة تنتمي إلى الفليكسور جروب، إلى الأنتيريور كومبارتمنت، إلى الفرانت أوف ذا فور آرم. ديجيتورم يعني ماسكة في الديجيتس، والديجيتس هي أجزاء الفينجرز. ماسكة فين في الديجيتس؟ ماسكة في عظام الديجيتس اللي هي في الفالانجيز. بروفاندس، كلمة بروفاندس يعني ديب عكس سوبرفيشاليز، يبقى هذه العضلة أحد تحت السوبرفيشاليز، يبقى ما نشوفهاش إلا لما نقطع السوبرفيشاليز أو نشيلها. أدي الخريطة العظمية بتاعتنا. فين بقى الفليكسور ديجيتورم بروفاندس؟ نراقب مع بعضنا الأوريجين. دي الفليكسور ريتانيكولم اللي هي كوندنسيشن اوف دي فاشيا. تعالوا كده نشوف مع بعضنا. ادي العضله بتاعتنا اهي. العضله بتاعتنا دي بتاخد الاوريجن بتاعها من الالنا. منين من الالنا؟ من الابر ثري فورسز اوف ذا انتيريور اند ميديال سيرفيس اوف ذا شافت اوف الانا. نيجي نبص كده هتاخد الاوريجن بتاعها من الالنا من هنا. طب وبتاخد منين كمان؟ من الميديال سيرفيس اوف ذا كورونويد بروسس من هنا. وبتاخد منين كمان؟ هتاخد من الباك اوف النا. في الباك اوف النا في ابونروسس. ابونروسس يعني ايه؟ يعني شكل من اشكال الديب فاشيا ماسكه في البوستيريور بوردر اوف النا، واخده منها اوريجين لكذا عضله، منها الفليكسور ديجيتورم بروفاندس. طيب هي واخده من النا وهتاخد من الممبرين اللي بين الريديوس والنا اللي اسمه انتر اوسيوس ممبرين. العضلة دي قاعدة تحت الفليكسور ديجيتورام، يعني قاعدة دي سوبرفيشاليز. التندون بتاعها أيضا هينقسم إلى أربعة إيه؟ إلى أربعة تندونز، يعني الإنسيرشن هينقسم إلى أربعة تندونز. الأربعة تندونز هيعدوا ديب للفليكسور ريتانيكولوم. ديب يعني إيه؟ يعني بيهايند، يعني بوستيريور للفليكسور ريتانيكولوم. طب تروح فين؟ هتروح، هيروح في اتجاه الميديال فور فينجرز. طيب هيقابل في طريقه التندونز بتاعت الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز، هيمر من الفتحات اللي كانت تحت كل تندون، هيمر من ايه؟ من خلال هذه الفتحات كي يصل الى الديستال فالانجيز اوف ذا ميديال فور فينجرز. لها ريليشنز، لها امبورتنت ريليشنز مع الثري نيرفز. الميديال نيرف ماشي على سطحها الامامي على الانتيريور سيرفيس بتاعها، بينها وبين الفليكسور ديجيتورم سوبرفيشاليز اللي مغطياها. كمان الالنر نيرف، الالنر نيرف ماشي على الميديال سايد بتاعها، بينها وبين الفليكسور كارباي النرز اللي كانت موجوده هنا. اما على اللاترال سايد، على اللاترال بوردر بتاعها كان ماشي نيرف اسمه النيرف الثالث اسمه انتيريور انتر اوسيوس نيرف، ماشي بينها وبين العضله اللي جنبها اللي كان اسمها فليكسور بوليسز لونجس. النيرف سبلاي، العضله ديت بيتنازعها تو نيرفز، الالنر نيرف على الميديال سايد والميديال نيرف على اللاترال سايد. فعشان كده العضله دي طيبه مش هتزعله، ما تنقسم نصين اتنين، النص الميديال ياخد من الالنر والنص اللاترال ياخد من الميديال. الاكشن، هذه العضلة ما بتمرش على الالبو، فعشان كده مش هتعمل فليكشن للالبو، هتعمل فليكشن للريست جوينت، فليكشن للريست، وتعمل فليكشن للميتاكاربو فلانجيال. ده الميتاكاربس، ادي منطقة الميتاكاربس. فلانجي ميتاكاربو فلانجيال، معلش هنا مكتوبة ميتاتارسو، دي غلطة بس ايه، غلطة مطبعية فأثناء الكتابة، إنما هي ميتا كاربو فالانجيال جوينتس اوف ذا ميديال فور فينجرز. وكذلك تعمل فليكشن لكل الانتر فالانجيال جوينتس، دي البروكسيمال انتر فالانجيال ودي الديستال انتر فالانجيال جوينتس اوف ذا ميديال فور فينجرز. ادي الفليكسور ديجيتورم بروفاندس اللي كانت لها امبورتنت ريليشنز مع الثري نيرفز،
الالنر على الميديال سايد، والميديان على الفرونت، والانتيريور انتر اوسس اللي هو الابن الكبير للميديان على اللاترال سايد. دي كانت العضله السادسه او العضله الاولى في الديب جروب. العضله الثانيه في الديب جروب او العضله السابعه اللي كان اسمها فليكسور بوليسس لونجس. فليكسور جاي من فليكشن، وفليكسور يعني عضله من تبع الانتيريور كومبارتمنت اوف ذا فور ارم، تبع الفرونت اوف ذا فور ارم، بس ماسكه فين؟ ماسكه في البوليكس. بوليكس يعني الصنب، يعني الصبع الكبير. لونجس عضله طويله، يبقى واصله للديستال فالانكس، يبقى عضله واصله للديستال فالانكس اوف ذا صنب. تعال نشوف الخريطه بتاعتنا. هيومروس ريدياس النا ثم عظام الهاند. العضله بتاعتنا دي الفليكسور ريتانيكولوم اللي هي كوندنسيشن اوف ديب فاشي عند منطقه الفرونت اوف ريست. العضله بتاعتنا اللي اسمها فليكسور بوليسس لونجس هتاخد الاورجن بتاعها من الانتيريور سيرفيس اوف اي اوف ريدياس. فين بالظبط؟ من الابر تو ثيردز اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف ذا شافت اوف ريدياس. وكذلك الانتر اوسيوس ممبرين اللي بيمسك من الريدياس ويصل الى الالنا. الانسيرشن، هذه العضلة اللي اسمها الفليكسور بوليسس لونجس الانسيرشن بتاعها بتندون. هذا التندون يعدي من تحت الفليكسور ريتيناكولوم، بيعدي ديب للعضلة اللي فوق منها. تصوروا العضلة اللي فوق منها اسمها الفليكسور كارباي ردياليز ولا لاتراي ولا النارز؟ النارز، لان الردياليز، لان الردياليز هي اللي قاعده على الريدياس. يبقى الفليكسور كارباي ردياليز قاعده على اللاترال سايد سوبرفيشال للفليكسور بوليسس لونجس. الانسرشن، هتروح يحط الانسرشن بتاعها في الديستال فالانكس اوف ذا بيج فينجر اللي هو اسمه الصنب. ما ننساش ان العضله دي كانت بتمر من تحت الفليكسور ريتانيكولوم في منطقه الكاربال تانل. كاربال تانل اللي هو النفق الذي يوجد تحت الفليكسور ريتانيكولوم. الريليشنز، هنقول احنا قلنا دلوقتي من الريليشنز المهمه للعضله ديت انها قاعده تحت الفليكسور كارباي ريدياليز، يعني انا اشيل الريدياليز هلاقي تحتها الفليكسور بوليسس لونجس. وكمان في نيرف قلنا قبل كده كان بيمر بينها وبين الفليكسور ديجيتورام بروفاندس، هو الانتيريور انتر اوسيس نيرف اللي كان هو النيرف سبلاي بتاعها. الاكشن، فليكشن للريست، وفليكشن للميتاكاربوفالانجيال جوينت اوف ذا صنب، وفليكشن لكل، مش لكل، ما فيش الا جوينت واحده، فليكشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا انتر فالانجيال جوينت اوف ذا صنب. العضله الثامنه والاخيره اللي اسمها البرونيتور كوادريتاس. برونيتور بتعمل برونيشن، كوادريتاس شكلها مربع. ادي الاوريجن بتاعها من اللور اند اوف النا للور اند اوف ريدياس. في بالنسبه للريدس والالنا كان في معلومه مهمه نحب نشير اليها، هي ان الالنا هي العظمه الثابته والريدياس هي العظمه المتحركه من عظام الفور ارم، يعني الريدياس هي اللي بتتحرك على الالنا. علشان كده لو في عضله هنا طالعه من الالنا، طالعه من العظمه الثابته رايحه لمين؟ رايحه للعظمه المتحركه علشان تقدر تحرك المفصل نفسه وتعمل برونيشن. فالبرونيتور كوادريتاس هتطلع من الجزء الثابت من العظمه الثابته من الالنا. منين؟ من اللور فورس اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف شافت اوف النا للور فورس اوف ذا انتيريور سيرفيس اوف شافت اوف ريدياس. هذه العضله قاعده موست ديب لكل العضلات اللي فوق منها، يعني العضله دي جميع العضلات اللي جايه من الفور ارم رايحه الى الهاند بتمر من عليها. النيرف سبلاي الانتيريور انتر اوسيوس اللي هو الابن الكبير للميديان نيرف هيعدي من عليها. الاكشن، هتعمل برونيشن اوف ذا فور ارم.